بشو بيرتبط النضج الفكري؟ النضج الفكري دائما بيرتبط بالعقل الباطني. النضج الفكري بيرتبط بالجو اللي عايش فيه الشخص وباللي حواليه، يعني انه ممكن مثلا شخص عن شخص بيفرق، بجوز حسب دراستهم حسب علمهم، دخولهم للجامعة، معرفتهم لأصدقاء، هيك يعني متفهمين متعلمين. ثقافة دراسة أهم شيء، بتعلم الحياة يعني والعالم المخالطة. حسب الأهل أنا مفكر، يعني إنه حسب توعية الأهل، إيه إنه هيك إنه حسب الرفقة وتوعية الأهل وهيك، هاد بيأثر على هاد الشيء. يعني هو بيرتبط بثقافة الأهل بكيف بيكونوا عم بيربوا أولادهم، كمان هي فيها كتير يعني شغلات بتفيدها، مثل عندك أولاد تلاقيهم كتير نايف مخهم، هي في كبار تلاقيهم مخهم صغير، مشان هيك بيرتبط بثقافة الأهل كمان وبمستوى بالبيئة اللي حواليه. يكون الواحد عاقل راكز رزين، يعرف يتصرف، مو هيك؟